حياكم الله مشاهدينا الكرام. يواصل متظاهرو العراق احتجاجاتهم السلمية والمطالبة بإسقاط العملية السياسية على الرغم من القمع والتنكيل الحكومي، بينما تحرص الأحزاب الحاكمة على استغلال أي فرصة للالتفاف على تظاهرات العراقيين المطالبة بإسقاط النظام. وترى وسائل إعلام غربية ومراقبون أن قتل قاسم سليماني في العراق قد تتخذه الأحزاب ذريعة لشيطنة التظاهرات السلمية التي باتت أشبه بكابوس يقض مضاجع الأحزاب الموالية لإيران ويهدد بقائها. نرحب مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. حياك الله. مرحبا. سيكون معنا إذن بعد قليل أيضا أكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا في هذه المتابعة الخاصة، ونرحب بضيفنا عبر الهاتف من بغداد دكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والناشط في التظاهرات. مرحبا بكم دكتور قحطان معنا. حياك الله بك وحيا الحضور ومشاهدين الكرام. وحياك دكتور وحمد الله على سلامتك. الله يحفظك ويحفظ العراق يا ربي يا عظيم. الله يعزك دكتور قحطان. بعد قتل أحد المتظاهرين في ساحة الوثبة، فورين بوليسي الأمريكية ذكرت أن أحزاب السلطة وإيران يعني يستغلون قتل سليماني في قمع التظاهرات. إلى أي مدى ترى أن هذه الأحزاب استغلت بالفعل تلك الحادثة؟ أكرر التحدث وأدعو الله عز وجل أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وينصر العراق بإذنه تعالى. بالتأكيد كحالة واقعة أن الخصوم فيما بينهم طالما ما يستخدموا المتغيرات والظروف بشكل أو بآخر، ولأن التظاهرة أتت أكلها الناضع وأثرت كثيرا على العملية السياسية وبإذن الله ستزيلها وكشفت أوراق جميع أطراف الساحة، فذهب الأطراف المؤيدين إلى السياسة الإيرانية وإلى الحكومة الآية للسقوط إلى أن يستخدموا كل المتغيرات بما فيها عملية استهداف قاسم سليماني من قبل القوات الأمريكية. حقيقة الأمر يؤكد العراقيون وسيما التظاهرون أنهم في هدفهم الأساس أنهم سعون إلى إيجاد إلى حصول وطن إلى تغيير حالة لأجل أفضل، ليسوا معنيين بالصراع الأمريكي الإيراني بالمرة، ولكن هؤلاء المجاميع تحاول أن تدمج بين الأوراق وتسيء لكي تجعل سببا من الأسباب لكي تولد التظاهرة. ولكن ما شاء الله وعي المتظاهرين وهم الشباب وإدراكهم الحالة وضعف حجة الخصم في هذه التوظيفات أخزهم الله في وقت قصير جدا، وها هي ما شاء الله تظاهرات تؤكد نفسها وتؤكد وجودها، ولعل يوم أمس يوم غد إن شاء الله ستكون دالة أخرى مضافة إلى ثبات موقفها وثباتها ولا يهزها. سنعود إليك إذا دكتور قحطان. دكتور رافع الفلاحي مرحبا بك مجددا وحياك الله بك دكتور. ما تعليقك على ما ذكره معهد كاثام هاوس في لندن الذي ذكر أن الميليشيات تهاجم المتظاهرين بحجة معاداة أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دائما ما كانوا يعني دائما صفاتهم او هكذا يشيعون انه هذه التظاهرات مدعومه من قوى خارجيه من امريكا، وكانه هذه الاحزاب والقوى والعمليه السياسيه التي تاسست من عام 2003 لحد الان لم تاتي بها امريكا، كانهم يحكمون ليس بالرعايه الامريكيه ولا تحت المظله الامريكيه من عام 2003 لحد الان. هذه الحقيقه يريدون ان يرموها على الشعب العراقي. الشعب العراقي ليس امريكيا وليس ايرانيا وليس منتمي الا لنفسه والا لعراقيته، وهذه التظاهرات وهذه التضحيات اللي قدمها، هذه الفاتوره الكبيره من الدماء من التضحيات اللي قدمها من 1 تشرين لحد الان، هذه فاتوره كبيره جدا. وقبلها الشعب العراقي قدم في مقاومته في استبساله في تظاهراته السابقه كلها فاتوره كبيره من التضحيات من اجل العراق من اجل العراقيين.
ليس أكثر، وذولا ولد العراق وشباب العراق هؤلاء، ويعبرون عن فكر وطني وفكر عابر للطائفية، عابر للمناطقية، عابر للتقسيمات كلها، ويريدون وطنهم. هذه هي الحقيقة. لكن الجهة المقابلة، الجهة التي وجدت نفسها أو وضعت نفسها موضع العدو للشعب واعتبرت نفسها داخلة في حرب ضد الشعب، دائما ما تصفهم بهذه الصفات، دائما ما تستهدفهم بهذه الصفات، ويا ريت لو فقط على الصفات، لكنها تستهدفهم بالرصاص والقتل والاعتقال والتنكيل وكل هذه الأساليب استخدمتها ضده، والآن تزداد شراسة في استخدامها، لأنها تعرف من البداية أن هؤلاء سيقودونهم، سيقودون كل الفاسدين إلى المحاكم، سيزيحون هذه العملية، سيعيدون وجه العراق، سيعيدون الوطن، يخرجون الوطن من أسره. العراق، الوطن العراقي أسير منذ عام 2003 لحد الآن، لأنه ما حدث في العراق يدل على أن العراق أسير ومريض، وقد مزق، قد نهب بالفساد والخراب والدمار واستعباد للآخرين، مطية للآخرين، لإيران ولأمريكا، وتحول إلى ساحة الصراع، ليس فقط لأمريكا ولإيران، لكن لقوى كثيرة ولأجهزة مخابرات كثيرة، والشعب العراقي هو من يدفع الثمن للأسف الشديد. الشعب العراقي، الوطن العراقي هو من يدفع الثمن، يدفع ثمن غالي جدا جدا، وهؤلاء لا يهمهم. ولو كانوا يدركون أو لديهم إحساس وطني حقيقي لكانوا قد انضموا للتظاهرات ولحموا التظاهرات، ومو عادوها بهذه الطريقة واستهدفوها بهذه الطريقة، من استهدفوهم في الناصرية، في البصرة، في ساحة التحرير، في بغداد، في كل مكان، في الكوت، في كل مكان، يستهدفوهم بهذه الطريقة الفجة المعيبة التي لا تدل إلا على خسة وتدل على تواطؤ وأجندات خارجية. العراق، شعب العراق يريد أن يسترد وطنه، ما العيب في ذلك؟ ما علاقة أمريكا؟ أمريكا هي التي جاءت يعني تريد نظاما وطنيا، أمريكا تريد القضاء على الفساد، ما العراق فاسد، العراق في رأس قائمة الفساد في العالم، في رأس قائمة الخراب في العالم، دولة لا دولة، يعني من الدول الفاشلة يعتبروها، فقدت كل المقومات. نعم. هذه الآن في التعبيرات السياسية يسموها دولة هشة، وهي دولة فاشلة الحقيقة بكل المقاييس، بكل المعايير دولة فاشلة، بكل سياسيا واقتصاديا وامنيا وفي كل شيء، كل اتجاه. وهذا الشعب خرج لكي يستعيد هذه الدولة، لكي يستعيد العراق، لكي يستعيد وجه العراق، يستعيد المجتمع العراقي هذا الطيب الجميل المتآخي المتصالح مع نفسه، لا يعرف الشيعة ولا السنة ولا الكردي ولا العربي، هكذا الشعب العراقي. هذه كارثة كبيرة، هذا وباء جاء للعراق منذ عام 2003 لحد الآن، ويأكل بالمجتمع ويأكل بالدولة ويأكل بالعراق كوطن وجسد واحد، أكل العراق. وهؤلاء الشباب خرجوا لينقذوا العراق، هل هؤلاء لديهم أجندة خارجية وممولين؟ ومين ممولين؟ هؤلاء اللي خريجين كليات واللي كسبة واللي يبحثون عن رزقهم ويبحثون عن وطنهم وضحوا بكل شيء وقدموا هذه الدماء. هذا الشاب اللي ينكتل عمره 16 سنة، هذا تابع لأمريكا؟ اللي تكتله وهو أبو التكتك وما عنده 5000 دينار بجيبه، هذا تابع لأمريكا؟ تابع من الجامعة ويبحث عن عمل يعني. هذا كلام معيب، ولكن هذا أسلوب كل الاستبدادية، كل القوى الاستبدادية بالعالم، كل القوى التي تحكم بالحديد والنار، هذا أسلوبها واحد في كل الدنيا، في كل ستجدهم يتحدثون بنفس اللغة، بنفس المنطق، يشككون بالطرف الآخر، يشككون بالشعب، يشككون بانتمائه ونزاهته وحريته. أنتم اللي نزاهتكم ملوثة، أنتم تاريخكم ملوث، أنتم منتمين لأطراف أخرى، والشعب منتمي لعراق ولبلده. نعم. دكتور قحطان الخفاجي، هل أنت معنا الآن؟ نعم، معك، حياك الله في العزيز. وحياك دكتور. لابد ونحن نتحدث عن ثورة تشرين أن نتحدث عن الأحداث التي ترافقها. فالح الفياض ذهب إلى طهران يعزي باسم العراق بعد مقتل سليماني، من خوله الحديث باسم العراقيين؟ حقيقة نتحدث أصوليا، نقول بدءا هو جهة رسمية في الكابينة الحكومية، مسؤول أساسي في الأمن، ما يسمى الأمن الوطني العراقي، وبالتالي من حيث الواقع العام أنه ممكن أن يتحدث، ولكن المشكلة الكبرى هل يتحدث صدقا باسم الشعب العراقي ومعاناة الشعب العراقي، أم يتحدث باسم
الحكومة ومآلات الانتماءات الضيقة. هذه مشكلة كبرى. صالح بياض وامثاله الذين لم يخفوا علاقاتهم في الإدارة الإيرانية أكيد هم يقدموا الولاء والطاعة أكثر من من يقدموا التعازي الأصولية الرسمية أو الموقف الرسمي لعموم الشعب. وبالتالي المسألة هناك دل على الانتماء للخارج أكثر من الانتماء للوطن. والعمل الذي حصل من اقتحام السفارة الأمريكية وتصدر المشهد هو الطيار وآخرين من هم في العملية السياسية، هذا لا يدل أبدا على أن هناك رؤية حقيقية ومسؤولية حقيقية واهتمام حقيقي بما هم عليه الآن من منصب وظيفي إداري. أتمنى أن يكون الصوت واضح. صوت جيد. نعم دكتور قحطان. أيضا جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في تصريح له ردا على هذه الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد قال إن بلاده تحترم سيادة العراق وإن بلاده يعني أبلغت الحكومة في العراق بهذه الضربة. هل ما يعني يعد ما حدث هل يعد احتراما للسيادة العراقية؟ هذا الذي قاله أما ضحك على الزقون والله ضحك على الزقون، أما استخفاف كبير في المفاهيم واستخفاف الطرف الآخر. حصل استهداف قواعد أمريكية عراقية أو عراقية تستخدمها القوات الأمريكية من قبل دولة أجنبية أخرى كإيران أو غير إيران هو انتهاك صارخ للسيادة، لا يقبل النقاش ولا يقبل الجدل. وكما هم قبل أيام قالوا استهداف أمريكا لقاسم سليماني في العراق هو خرق للسيادة، فالمسألة أكثر بعد اتساع الموضوع. ليش؟ لأن الذي حصل من دولة جارة تدعي حرص على العراق وترفض حالة مماثلة قريبة ما أخبرت بالأمس. عفوا أنا إذا كنت تسمعني جيدا. عفوا الآن عاد الصوت جيدا. نعم تفضل واصل دكتور قحطان. عفوا حياك الله. فالذي صرح به مسؤول الإيراني وزير خارجية إيرانية أما وضعك على الزقون وأما هو استخفاف كبير بالقيم وبالطرف الآخر، والحقيقة الثانية هي الصحيحة، أي استخفاف كبير بالقيم وبالطرف العراقي. لا، الذي حصل هو تجاوز أشياء كبير جدا، ولعل الحكومة العراقية قالت ذلك رسميا، وما أعرف كيف تجرأت وأن تقول على إيران أنك تجاوزت. هذه نقطة تحسب لصالح الحكومة العراقية المنهارة والضعيفة. إذا هي تأكيد إلى استهتار إيران بالقيم بشكل عام واستخفافها بالعراق بشكل خاص. سأعود إليك يا دكتور قحطان، لديك تعليق دكتور رافع عن السيادة العراقية. نعم يعني أخي الدكتور قحطان وأنا أهني بسلامته لأنه كان في حالة صحية تعبانة والحمد لله على سلامته. أولا في قضية فالح الفياض عندما تحدث أمام خامنئي قال يعني غالبية الشعب العراقي يعبرون عنه، قال لا ليس كل الشعب العراقي. يعني فعلا مثل ما قال الدكتور قحطان، هل هو فعلا يعبر عن الشعب العراقي؟ أنت تقول غالبية أو كل العملية السياسية بكل أحزابها كل الحكومة من حقك أنت في هذه الكابينة وهذه هذا من يمثلك، لكن أنت نظرت إلى الشعب العراقي باستهزاء، وصفت هؤلاء المتظاهرين مجموعة من الصغار ولا يعرفون أن يكونوا جملة واحدة هكذا. لكن هذا الشعب اللي لا يكون جملة واحدة هذا بالملايين، هذا كل الشعب العراقي، وهذا الشعب العراقي هتف إيران برا وهتف هذا عراقي آني سليمان يطلع برا في كل المدن. هؤلاء من هؤلاء مو عراقيين؟ إذا أنت تمثل الشعب العراقي هؤلاء هتفوا ضد سليماني وضد إيران، كانوا يهتفون لا يريدون إيران ولا يريدون أمريكا، وإيران برا وأمريكا برا ولا يريدونهم. هؤلاء من يجب أن يكون المسؤول؟ أولا له نظرة واسعة، هو له حصة، يعني كل الشعب العراقي لهم حصة فيه، يعني لا يمثل جزء معين. هذه الحقيقة. وأن يكون صادق لا يكذب، لا يكون انتهازي، هذه انتهازية وهذا كذب وهذا ضحك على الناس. أنت يعني من تمثل؟ أنت لا تمثل أحد، أنت تمثل نفسك وتمثل العملية التي تعمل فيها، هاي واحدة. ثانية، إيران تقول نحن نحترم، ظريف يقول نحترم السيادة العراقية لأنه بلغنا رئيس الوزراء. ليش هو رئيس الوزراء موظف
اتصالات، موظف اتصالات تبلغوه نبلغك احنا راح نضرب قاعده امريكيه بالعراق فضربناك خلاص هاي سيادتك واستقلالك منجزين وخلاص ما بيها شيء ما حد مس سيادتك. هذا كلام عيب معيب، هذا يدل اولا انت تتلقى اولا عيب على هذه الحكومه وعيب على عادل مهدي يحكي اصلا هذا الكلام يتلفظ به وذكره، هو يتلفظ به هو يعني مباهاتا انه اتصلوا به مثل ما اتصلوا به الامريكان سابقا وقالوا له ضربنا وماذا بعد. يعني انت موظف اتصالات يتصلون بك، اي واحد يتصل بك ويضرب العراق ما يخالف يعني هو حفظ السياده والاستقلال، هذا قول ظريف بهذا الشكل انه احنا محافظين على استقلال السيادة بدليل احنا بلغنا رئيس الوزراء. يعني مجرد ما بلغت رئيس الوزراء سياده العراق وسيادته يعني منجزه او ما عليها شيء ولم تمس هذه الدرجه يعني وصل الحال. اذا العراق في غايه الضعف، اوصلوا العراق الى حاله من الضعف والوهن الى درجه غريبه عجيبه ومن الاستسلام لاجندات خارجيه ومن الذعون والخنوع للاخرين بطريقه معيبه جدا جدا. وصلنا للحال التي نسال نفسنا، يعني ليس حراما ان هؤلاء يحكمون الشعب العراقي ويحكمون هذا العراق الجميل الرائع، هذا اللي حضارته تمتد 8000 سنه في عمق التاريخ وكل هذه المنجزات اللي خرج خيره الاطباء وخيره المهندسين وخيره العلماء وخيره الاساتذه الجامعه وخيره الكتاب وخيره الفنانين وكل شيء جميل في العراق كان، واجمل الجامعات واجمل المدارس واجمل، وهذا بالتالي تحكمه ثله من هؤلاء يتصرفون هكذا بسياده العراق وباستقلاله وبكرامه العراقيين ويعتبرونها يعني شيئا يتباهون به. هذه غريبه عجيبه الحقيقه. نعم، من اجل ذلك دكتور قحطان يعني نسال هنا بحسب رايك ما هدف هذه الميليشيات من الدعايات والتصريحات التي يطلقها بعض زعماء هذه الميليشيات وخصوصا في الآونة الأخيرة؟ هل هذه الدعايات يعني ستنطلي على الجماهير العراقية والعربية؟ أكيد لا تنطلي، لسببين أساسيين. أولهما ما شاء الله ما شاء الله وعي الشرع العراقي، هذا فضل الله كبير على الشعب، منه وعى حقيقة ووعى من هو عدوه ومن هو يتاجر بالدين ويتاجر بقضايا العراق ويتاجر بكل شيء، ووعى ايضا الشارع العراقي الى حقيقه العمليه السياسيه وارتباطات القوى بايران ووعوا حقيقه ايران، والاكثر من هذا كوعي الشاب العراقي في ساعه التظاهرات. صدقني هذا الشاب العراقي الان، انا احيانا انا استاذ جامعي وادعي نفسي خبير استراتيجي، اقف حائر امام قدرات وامكانيات شاب عراقي يحلل لي الاحداث وهو شاب يتجاوز 16 او 17 عام. هذه النعمه الالهيه التي من الله علينا على شبابنا هو تاكيد الى هذا العراق الولاد، العراق الذي علم التاريخ كيف والعالم كيف يفكر وكيف ينتج رجال وعقول. الشيء الاخر ان تزادت اساليب الخصوم بما فيها ايران او بما فيها الاحزاب المواليه لايران والميليشيات المواليه لايران، تزادت الياتهم وتزادت سطحيه عقلهم وخشاشه ما يدعوه وسرعان ما تنطلي او ما تنجلي الاكاذيب كما حصل ليله امس او فجر امس عندما ضربوا الموقع الامريكيين في عين اسد وحاير بعد تهويل وتصعيد ووعيد من رد سحق ما اقوى هي العاب الكترونيه صغيره يستهزئ بها حتى قالت النكات ان حصيله الضربه الايرانيه كانت 100 جندي امريكي مات من الضحك. فحقيقه الامر هذه الحقيقتين، ان الوعي الكامل لدى الشارع العراقي المتظاهرين وسذاجه هذه الجماعات وسطحيه فيهم وفيهم وسعام جعل العراقي اقوى مما كان كثيرا بالسابق وتحصن كثيرا. ذلك كل الاجراءات التي يسعون اليها تفضيل الشارع او اعطاء صبغه للتظاهرين بانهم تابعين لجهه فلانيه او لفلانيه او انهم امريكان او انهم صهاينه او انهم كذا، كلها ذهبت ادراج الرياح. ومحاوله الان خلط الاوراق ما بين المتظاهرين وبين حزب قاسم سليماني ايضا تكشفت واصبحت مسألة مهزلة يضحك عليها المواطن العراقي في الساحة وغير الساحة. إذا كل المساعي تذهب تدعى بالتأكيد
التي تظل بالشعب العراقي، والشعب العراقي والحراك العراقي الثوري اتوقع باذن الله خطوات ناجحه جدا. وانا اثني على ان النتائج لحد اللحظه هي اكثر ما كنا نتوقع نحن، واكبر استراتيجي في العالم ان يصل الى الشعب بهذه النتائج المبهره. ولكن صموده باذن الله واستمراره باذن الله، ويوم غد ان شاء الله ستكون تاكيد اخر للوعي العام الجماهيري، سيؤكد ان كل المحاولات تتبع الهدى. وانا هنا انصح المغرر بهم ويرون ان مثلك الخداع ومثلك ايران ومثلك الكذب مثلك اعتمدوه، انصحهم ان يعودوا لسدادهم الى رايهم الى رجلهم، لعلهم يتوبوا، لعل الشعب الان قد يتقبل منهم هذه التوبه، والا قد تكون الايام القادمه عندما تشتد وطيتها وتنزل الامر بصيغه كامله باذن الله لا يكون مجال عندها حتى الله عز وجل للتوبه، لها اوقات معينه يسمح لها، وبعدها قد لا تجد التوبه الى حد معين مع احترامات الفرق بين الحالتين. اذا الوعي عالي والخصم اضعف من ان يمرر افكاره الضعيفه، وبالتالي النصر باذن الله اكيد حديث الشعوب وحديث الشعب العراقي باذن الله. باذن الله. دكتور، كما تعلم ايران اعلنت من قبل انها قتلت يعني 80 جنديا امريكيا بهجومها الصاروخي، ولكن قبل قليل في خبر عاجل الحرس الثوري الايراني اعلن انه استهدف الاله العسكريه فحسب، يعني الا يدل ذلك على التخادم الايراني الامريكي؟ يعني بغض النظر ان تكون القضيه مرتبه مثل ما تحدث اخي الدكتور قحطان، مرتبه القضيه، مضحكه، هي فعلا مضحكه ومبكيه في نفس الوقت، يعني بعد التهديدات بالرد الحاسم بالرد المزلزل الجثث المعروف منه، وبالتالي هذه الصواريخ اللي رموها، واحد يقول انه سرعتها تعادل 8 مرات سرعه الصوت، سرعه هذه الصواريخ، يعني 9500 كيلو متر بالساعه، هذه مو صواريخ، هذه يعني كذبة، في كل شيء يكذبون. نعم. وبالتالي رد مضحك يدلل على ضعف إيران، وهذه نمر من ورق، هذه إيران ثبت بهذه الحادثة نمر من ورق، وهذه كذبة كبيرة، وبالتالي سيضعون بيد هذه الميليشيات هي من ستتولى ترتيب الأمور وإعادة الصورة الزاهية لإيران، ولا يمكن أن تعود، هذه حقيقة. هم ربما يعني قالوا قتلنا 80 جندي أمريكي، لم يقتلوا، هم قتلوا فعلا 180 واحد، لكن قتلوهم بالطائرة الأوكرانية هذه اللي فجروها، هذه الطائرة الأوكرانية هذه دماء كل الذين قتلوا فيها برقبة هؤلاء. هناك مطالبات الآن بإجراء تحقيقات. نعم. من الآن لا يعطون الصندوق الأسود ولا يرضون تسليم الصندوق الأسود، لأنهم من قتلوه، الطائرة حديثة ومن سنتين ومفحوصة قبل يومين، وكل الأمور غير ربما شكل، ربما أحد الصواريخ سقطت في إيران أو شظايا، يعني هي صواريخ كثيرة من عندها منصات فجرت، وقسم من عندها وقعت في إيران، وقسم من عندها وقعت في أماكن أخرى. يعني أولا هذه القوة الإيرانية قوة تقليدية على قد حالهم وغير شكل، يعني إذا ما مقارنة بين، واثنينهم بغات يعني أمريكا، وهذه قضية غير شكل، يعني لا يمكن أن نتجاوز الواقع والمنطق والحقائق. أمريكا أقوى قوة عسكرية بالعالم، أقوى قوة اقتصادية وسياسية وتكنولوجية، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها. نعم. هذه يعني الآن تحكم العالم، أنت مقارنة بين قوة عسكرية وقوة عسكرية واقتصادية، هذه مقارنة معيبة أصلاً. هذه لا يمكن مقارنتها، وهذه هذا الكلام والزعيق هذا لا يمكن سماعه. ويكفي انه ما يهمنا احنا انه ايران هذه هي نمر من ورق، وانه ضعف العراق وضعف المنطقه هو اللي خلى ايران تتغول على الناس. هذه الحقيقه، ولا ايران لا تعني شيئا، وواضح هذا ردها، واضح هذا الكلام. وبالتالي الان يعترفون احنا استهدفنا يعني الآلة العسكرية، لأنه الأمريكان قالوا ما أعرف ليش ورا يومين قالوا إنه عندنا بعض المنشآت تخربت، عندنا طيارات ما أعرف شنو، ما أدري ليش قالوها، راح يبتزوهم بها بعدين، راح ما أعرف، يعني هذه تفسيرها عند الأمريكان حقيقة، وبشنو بذهنهم، وهؤلاء انساقوا لهذه الكذبة وتونسوا عليها، أو يريدون أن يبرروا لهم إنه هاي صواريخكم قوية زينة ضربت أماكن، يعني ربما. نعم. وبالتالي هي مجرد فقاعة لا أكثر، فقاعة إعلامية أرادوا أن يضخموا بها الأشياء
ويريدون يقنعوا شعبهم أنه هم أقوياء ورسالة للداخل الإيراني، لكن هذا الداخل الإيراني سينقلب عليهم. يعني يفهم هذه القضية والشعوب تفهم هذه القضية كشف الآن. وهم لديهم أعداء ولديهم يعني مصايب بالداخل الإيراني، ويريدون أن يصدروا كل مشاكلهم للعراق وغير مناطق، وإحنا يكفينا مشاكل ويكفينا ضيم ويكفينا أن الاحتلال من عام 2003 لحد الآن جاثم على صدورنا وسرق أموالنا وحولنا إلى بلد ممزق بلد ضعيف. هذه قضية أخرى، لكن إيران الآن ظهر عوارها، ظهرت قوة ضعيفة مهلهلة لا يمكن أن تستمر على هذا الحال. مشاهدينا الكرام، الآن لنشاهد ونسمع إلى رد المتظاهرين في محافظة واسط الذين أكدوا إصرارهم على التظاهر في هذا المقطع المصور. تطاول بإساءة للمتظاهرين، اليوم سويت شرخ كلش كبير ما بين المواطنين وما بين القوات الأمنية بمحافظة واسط، مع العلم كل الوكالات الإعلامية كانت تمثل انه واسط هي الإقالة السلمية للتظاهرات. انت اليوم دمرت هذا الشيء. نحمل القائد كافة المسؤولية للتصعيد الذي حصل في هذا اليوم بسبب اعتقالي لأصحاب الدراجات بدون أي مبرر، بدون أي كتاب أمني، بدون أي أمر قبض، قام بالاعتداء على أهل الدراجات والتجاوز عليهم باللسان وحجز 15 واحد، ووصلنا لحد الآن لم يطلق سراحهم. وأنا باسم شباب المتظاهرين في محافظة واسط أوصل صوتي إلى القائد. أولاً إحنا نطالبك بتقديم استقالة أو الإعفاء لكي إذا تريد تحافظ على سلمية المظاهرات في محافظة واسط تطلع من القيادة من محافظة واسط. القائد الشرطة أنه التهديد ما يوكل ولا يأثر على الناس، وأي شيء بهذا البلد بعد مسألة التهديد بالقوة واستخدام القوة الناس بعد وصلت حدها، بعد ما تتقبل التهديد وما عندها استعداد بعد شخص يهددها، لأنه قضية التهديد انتهت من يوم 1/10. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. إذن دكتور رافع، كما شاهدنا في كل مرة يخرج لنا نموذجا جديدا، واليوم سمعنا إلى تهديد قائد شرطة محافظة واسط، ولكن رد المتظاهرون هناك والناشطون على هذه التهديدات بالإصرار على الثبات بل وبإعلان استقالة هذا القائد. هناك حقيقة لا تفهمها السلطة في العراق، لا تفهمها الطبقة الحاكمة في العراق كلها، كل اللي تابعين ومرتبطين بالعملية السياسية من أحزاب وقوى وميليشيات وحكومات لا يفهمون حقيقة واحدة، أن التاريخ قبل 1/10 شيء وبعد 1/10 شيء. الآن القضية غير شكل، هذا الشعب قدم دماء ودماء غزيرة من أجل ثمن لحريته لا يمكن أن يتراجع. وهذه التهديد مثل ما قال أحد المتظاهرين، هذا التهديد والوعيد والميليشيات وما أعرف منه واستخدام القوة واستخدام الاستعراضات ما عاد يجدي. الشعب خرج خلص، الشعب عرف طريقه، عرف أهدافه، حدد أهدافه وانتهت، خرج. يجب أن يفهموا هذه الحقيقة، أنه الزمن تغير، أن الوضعية الآن تغيرت، أنه كل يوم يمضي أكل من جرفهم. عليهم أن يصدقوا أن التغيير قادم لا محال، ما يرونه كانوا بعيدا نراه قريبا وهو أقرب مما يتوقعون، قريب جدا. ستنقلب الأمور عليهم، وهي تنقلب يوميا، وفي الكوت، في الناصرية، في البصرة، جربوا في بغداد، في كل مكان يجربون. وبالتالي تظهر المعادلة النهائية، أن الشعب هو من يفرض إرادته. نعم يقدم تضحيات، وهذا الشعب مسالم وسلمي وخارج ويقدم تضحيات كبيرة، لكن بالتالي هذه الدماء ستعم الطريق. هو عارف طريقه، ما عادت أنت تدلي على طريقة، ما عاد تقدر تجر إلى تعال طالب كهرباء وكذا وتعال عينك وخمسة آلاف وأربعة، ما عادت هاي القضية، مو قضيته هاي الآن، قضيته يريد وطنه. وصل إلى الحد اللي يقول لك انطيني وطني، خلص أنت لا تمثل الوطن. كل الطرق لم تفلح دكتور حتى افتعل هذه الأزمة. الآن يريد يمشي الأمور للحد اللي يسترد بها وطنه. سلم وطنه بشكل سلمي راح يستلمه من عندك، وإذا كنت أنت على حق، إذا كنت ماشي على طريق السليم ما عليك شيء، راح يخلي أجهزة
رقابية وأجهزة عدلية وقضاة وقضاء نزيه يعرف يحاكمك ويعطيك براءتك ويعطيك أو يعطيك حقك في كل الأحوال. فهذا هذا الوضع الآن. أما أن تساقون للمحاكم، تساقون الغير شيء، هذه ما فعلتموه يجب أن تدفعوا ثمنه. الشعب العراقي هذا مو مطيب يديكم، هذا الوطن مو ملك أبوكم، هذا الوطن اللي عبثتوا به 17 سنة بخيراته وبثرواته وبشعبه ومزقته وتحدثتوا بلغة طائفية وتحدثتوا بلغة مناطقية واعتقدتوا أنكم ملكتم رقاب العالم واستغليتوا العالم وهنتوا كرامات الناس وجهلتوا الشعب وكل شيء سويته، وصلت حدها الآن الشعب خرج لكم بالشوارع. نعم. وانتهى الموضوع، تجيبون إيران، تجيبون أمريكا، تجيبون ما أعرف منه، تجيبون الشياطين وياكم. لا تنفع إرادة الشعوب. واقرأوا التاريخ مرة أخرى، اقرأوا التاريخ جيدا. عندما يخرج الشعب لا يمكن أن يعود الشعب، خلص إرادة الشعب هي التي تنتصر مهما كان سلاحكم، مهما كان قوتكم. تستطيعون أن تقتلوا 10,000 و 20,000، لكن هذه الدماء اللي راح تسفكوها ستصرخ العالم كله ضدكم، والعالم سيكون معهم. العالم قريبا سينضم إليهم، أنتوا رايحين بالخطأ. والآن نهاياتكم، يجب أن ترتبوا أموركم للخروج. اخرجوا واتركوا الشعب يحكم نفسه، والشعب هذا خزان من الخبرات والعقول والقدرات التي تعرف كيف تصوغ مشروعا وطنيا ودستورا وطنيا وقوانين وطنية وعدالة وطنية وكل شيء جميل يبني الوطن من جديد ويعيد البسمة للعراقيين حياة. شنو الشعب العراقي؟ أكثر شعب كآبة بالعالم. لماذا؟ بكل الإحصائيات من تجي هاي السنوات السابقة أكثر شعوب تعاسة الشعب العراقي. لماذا؟ هذا الشعب الجميل الرائع اللي علم الناس الشعر والأدب والفن والثقافة والعلم والخبرات وعنده تسامح بأخلاقه وبدينه وبكل شيء، هو متراضي مع النفس ومتصالح. وصلتوا إلى هذه الحالة لماذا؟ طبعاً. ولكن لازل دكتور بعض الساسة في العملية السياسية يعني يغرد ويصرح منها. آخر تغريدة لمقتدى الصدر بأن صبر الطبقة السياسية قد نفد، ومن المتظاهرين يجب أن تشكيل حكومة وصفها بقوية، وأيضا قال حمل كل الأحزاب والمتظاهرين على حد سواء مسؤولية ما وصلت إليه الأحداث في العراق. يعني كيف ترى دكتور هذا الخلط بين المتظاهرين المطالبين بالتغيير وبين أحزاب العملية السياسية؟ هو من يدعي الوطنية يجب أن يلتزم بمفاهيم الوطنية. تدعي الوطنية وانتمائك للوطن شيء، يعني أن تنتمي فعلا للوطن والمواطنين شيء، وأن تدعيها شيء آخر. أن تطالب كافي 15 يوم خلينا نشكل حكومة نزيهة، الحكومة النزيهة والصادقة والقوية والما أعرف شنو، تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى بيئة قوية وبيئة نزيهة وبيئة نظيفة. في هذه البيئة اللي تتحرك بها هذه الأحزاب وهذه القوى وهذا الفساد وهذا الخراب والميليشيات لا يمكن أن تشكل. يجب أن تعرفها إذا كنت ما تفهم بالسياسة. هذه حقيقة السياسة، هذا حقيقة واقع العراق. إذا كنت لذلك هؤلاء الذين خرجوا بالتظاهرات من 1 تشرين لحد الآن يعرفون هذه الحقيقة. لذلك عندما قالوا لهم رشحوا قالوا لا نرشح، إحنا ما جايين نرشح، إحنا نمثل الشعب. ترشح واحد حتى تسقطوه في هذه البيئة، إحنا هذه البيئة هي المصيبة، إحنا خرجنا ضد هذه البيئة، هذه الحاضنة، هذا الإطار السيء، الإطار اللي يشجع على الطائفية والفساد والخراب. إذا أنت ثانياً أنت تحمل العراق ممكن أن يذهب إلى الخراب والدمار، من يتحمل هذه المسؤولية؟ الشعب؟ المتظاهرين؟ هؤلاء خرجوا لأنهم يريدون يستردون الوطن من هؤلاء. هؤلاء الذين أدوا إلى الفوضى والخراب والدمار ودفع العراق إلى الهاوية. يجب أن نميز الأمور ويجب أن نقول الصدق ونضع النقاط فوق الحروف. هذا هو الواقع، يعني هذه الوطنية، هذه الوطنية. لا أن نجامل رشح 5 واختاروا. شنو رشح 5 واختاروا؟ هي القضية هذه؟ أن توفر البيئة المناسبة لحكومة تستطيع أن تعمل وأن تنجز ما مطلوب من عندها خلال الفترة الانتقالية ذهابا إلى وفر قانون الانتخابات وطني وجيد، مو على أساس المعرف منه والأحزاب
مباشرة إعادة تدوير نفسها هذه النفايات مرة أخرى حتى السيطر وقوة المال وقوة الحزب والسلاح. دكتور أن تمر هذه الطبقة السياسية حكومة على غير رغبة الجماهير؟ هي تريد هذا، هي تسعى إلى هذا. هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع، هذا الشعب خرج، لذلك قلت أنا إرادة الشعب، فبالتالي لا يمكن. ثانيا صبرنا يكاد ينفذ من التدخلات الأجنبية، ما التدخلات الأجنبية بدأت بالاحتلال من 2003 لحد الآن، هي متى انتهت التدخلات الأجنبية؟ يعني هي بس الأمريكان متدخلين بالعراق؟ إيران ما متدخلة بالعراق؟ من ماذا تنفذ؟ تنفذ من إيران، تنفذ من أمريكا، تنفذ من غيرها. ما الغرف الأمنية، إدارة الأمنيات، حتى روسيا بيها منتج ده تحجون، وين تتصورون العراقيين ما يعرفون؟ يعرفون كل شيء، كل القوى هذه مشتركة بها، فالتدخلات موجودة كثيرة. طيب وإذا أنتوا ضد التدخلات لماذا يعني ساكتين؟ ليش تسكتون؟ ليش ما ينفذ صبر؟ كان نفذ صبركم من زمان. لماذا أنتوا ساكتين؟ يعني ليش هسه الآن ينفذ الصبر؟ الصبر لأنه أمريكا وإيران ضربت هذا وقتلوا سليماني، ما هي إيران متدخلة بالعراق وتعتبره. ولاحظ الكلام اللي ينقال الآن، لاحظ الهتافات اللي بمجلس النواب لسليماني، في مجلس نواب يمثل العراقيين هتفوا إلى سليماني. هذا لا يزعجك؟ سليماني من؟ قائد بالأول والأخير هو إيراني. لماذا يهتفون لديه؟ أنت تهتف بالشارع ربما، لكن أنت تهتف بمجلس النواب اللي إرادته إرادة العراقيين وشكله يمثل العراقيين، أحزاب تابعة إلى إيران وقوى وميليشيات تابعة لإيران، وتقولي الآن سينفذ صبرنا من التدخلات الأجنبية. ما التدخلات الأجنبية ماكل العراق من 17 سنة، من 2003 لحد الآن. لماذا يعني صبركم؟ والله كبير لذلك صبركم. أبناء الناصرية رفضوا تشيع رمزي لسليمان. منو أهل الناصرية ذولا؟ مو عراقيين ذولا؟ أهل الكوت منو؟ مو عراقيين. أهل البصرة مو عراقيين. أهل النجف مو عراقيين. أهل كربلاء من تحتوي يعني مثل يعني فالح الفياض، يعني إذا ما يعتبر كل المتظاهرين هاي الملايين اللي خرجوا بهذه الثورة مو عراقيين، فمنو العراقيين؟ خلي يقولون يعني منو الشعب العراقي؟ إذا هذا الشعب العراقي كل الرافض هذا، كل هذه الأمور، أنتم ما تعتبروا شعب. على من تعولون؟ على من؟ على أحزابكم وميليشياتكم؟ هي هذه القضية. من يتحدث الوطنية يجب أن يكون منتمي إليها قلبا وقالبا، ويجب أن يضع النقاط على الحروف، ويجب أن يكون كلامه دقيق، ويجب أن يميز بين الأسود والأبيض ويفرز الخنادق. لا يمكن أن تجمع بين الأسود والأبيض في مكان واحد. لا 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 يمكن أن تأتي بالشتاء والصيف على سطح واحد وتتحدث عن الشعب وتتحدث عن حكومة وأحزاب. هذه الأحزاب والحكومة والميليشيات هي المسؤولة عن الخراب، هي التي حكمت، هي التي أذت الشعب، وهذا الشعب خرج لكي يسترد وطنه من هذه الثلة اللي أرهقته وتعبته وسرقت أمواله وسرقت دمه وقتلت من عنده مئات وآلاء، ألف وألف شهيد لحد الآن، 27 ألف بين شهيد وجريح. أين العالم مما أحدث دكتور؟ المفوضية حقوق الإنسان الآن تطالب الحكومة بالجدية في حماية المتظاهرين السلميين. هذه الحقيقة، لكن سيأتي العالم. أنا أقول لك ربما العالم تأخر كثيرا، وربما العالم بالسنوات الماضية كلها كان العراق بالظلمة وكان متعمد أن يوضع بالظلمة، لكن هذه الثورة سبحان الله، وهذا الشباب الجميل الرائع اللي هم يقول عليهم الفياض، ما يعرفون يسوون جملتين وصغار وزعاطيط ويوصفوهم بهالشكل هذا. هؤلاء الشباب ذولا سحبوا العراق كله من الظلمة إلى تحت الضوء، والعالم الآن كله يرى الكارثة العراقية، هذه الكارثة التي حلت بالعراق من عام 2003 لحد الآن، هذه كذبة الديمقراطية والحرية ونصرة المظلوم، كذبة كبيرة لم يمر بالعراق، وهذه الحقيقة. وعلى كل واحد يدعي الوطنية أن يعترف بها، لم تمر فترة أسوأ من هذه الفترة 17 سنة على العراق بكل تاريخ العراق، لم تمر من الظلم. شوفوا ايش قد انقتلوا عراقيين، شوفوا ايش قد انهانوا، ايش قد صاروا أعداد الفقراء، ايش قد صاروا أعداد العاطلين، شوفوا العراق وين راح، شوفوا ثرواته ايش قد انهبت، شوفوا الكلام والشعارات التي قيلت، وين رايح هذا البلد؟ وين وديت؟ شوفوا هذا العراق لأول مرة بتاريخه ينهان لهذه الدرجة، يستهزئ به والكل يراه مطية، والكل يحول ساحته والعراق إلى ساحة لصراعاته ولغسيل أمواله ولغسيل جرائمه.
هذه الفترة السيئة المظلمة في تاريخ العراق، هذه الحقيقة يجب أن نعترف بها، مو نعترف أنه الشعب والهاية خلص صبرنا عليكم، صبرنا عليكم كافي، لا ظلوا معاندين. هو الشعب معاند؟ هو الشعب معاند؟ الشعب خرج يقول لك أنا أريد وطني، شنو معاند؟ شنو العناد اللي بي يرشح لك واحد يقبل به؟ حتى هذه الأحزاب والقوى، هذه البيئة الفاسدة تحتوي، لو تقتله، لو تسقطه، لو يصير من عدها وتقول له للشعب ما انت اختاريته. فهذه اللعبة عارف الشعب من البداية، قال لكم أنا ما رشح، أنا راح أخليكم شروط مواصفات وانتوا جيبوا واحد. إذا ما قادرين، وانتوا 17 سنة ما قادرين تجيبون واحد نزيه يقنع العراقيين، واحد نزيه، واحد فقط، بعد 17 سنة كل هاي أحزابكم وقواكم ما قادرة تجيب واحد نزيه يقنع الشعب العراقي ويقولون ما يخالف خليه يشتغل هذا، فأنتوا فاشلين، فأنتوا مصيبة قشرة. هذه الحقيقة الآن. هذا العراق، هذا اللي يمر به، وهذه الفترة المظلمة السيئة ليسمعوا هذه ما لها علاقة لا بسنة ولا بشيعة ولا بكردي ولا بعربي، هذا حديث عراقي. هذا حديث الواقع، حديث القلب لهم. هي ثورة تشرين هذا واقع الحال. شنو هذا الشباب الحلو، هذا الصغار قدموا دماءهم وتستهزئون بدماءهم بهذه الطريقة، تابعين لأمريكا، تابعين ما أعرف منه، وتصرف عليهم السعودية، من يصرف عليهم؟ هؤلاء لولا الضيم ولولا الكارثة ما خرجوا بالشوارع، ما خرجوا. شنو اللي يجبرهم على الخروج بالشوارع بهذا الشكل؟ ناس كسبوا، ناس طلاب، وناس مثقفين، وناس ناس عراقيين، عراقيتهم اللي خلتهم يخرجون بالشوارع. شو يريدون؟ ليش هو أي واحد من عندهم يطمح أن يكون رئيس وزراء لو يحكم؟ هاي الملايين تريد تحكم العراق؟ تريد العراق؟ تريد واحد يحكمه؟ تريد ناس تحكمه؟ لا تبوق ولا تنهب ولا تقتل بالناس ولا تهين كرام ولا ترهن إرادة العراق لا لإيران ولا لأمريكا ولا الفلان ولا الفلان. عراقي وبلد آمن مستقر، يراعي علاقاته بالخارج، يراعي علاقاته مع شعبه، يرسم سياسته بشكل واضح وطني، يحافظ على ثرواته، يستثمر ثرواته ويستثمر شعبه، ويخدم شعبه ويقدم له صناعة وزراعة وتقدم وبناء جميل ومدرسة زينة وجامعة زينة ومستشفى زينة. هذا هو العراق. تريليون دولار بددتوها بفسادكم وخرابكم ومشاريعكم الوهمية، والآن تساوون بين الشعب والطبقة التي سرقت ونهبت وقتلت. هذه كارثة كبيرة ولا يمكن قبولها. طيب دكتور، في يعني في النهاية بعد أن وصلت ثورة تشرين ذروتها، ألا تعتقد أن هناك تنسيقا أمريكيا إيرانيا يعني للفت الانتباه لضرب هذه الثورة بافتعال أحداث وأزمات؟ يا أستاذ نصير، من عام 2003 لحد الآن، وحتى من قبل 2003 هناك تخادم أمريكي إيراني في العراق. إيران مع الشيطان الأكبر يد بيد طوال هذه السنوات. هل نذكر الأحداث كلها؟ ما كل الميليشيات وكل كل إيران وكل عملياتها وكل تأكيداتها وكل أحزابها كانت تحت المظلة الأمريكية لسنوات طويلة. أحمد نجات الرئيس الإيراني الأول بالعالم اللي يزور العراق بعد الاحتلال نزل برعاية بحماية الحراب الأمريكية وفي المنطقة الخضراء. هذا أبو مهدي المهندس الآن من زمان هم يعتبروه إرهابي أمريكي. ليش خلته يتحرك طوال هذه السنوات؟ ما يعتبره إرهابي وبالكويت فجر، وبالتالي هذه القضية غير شكل. وسليماني تعتبره إرهابي، ما كان يتحرك وأني قاتل تحت، والمظلة الأمريكية هي من وفرت لهم الحماية الجوية والأهداف. وهو كان يقول من عندما تقف يعني الأمور عندنا نخابر أصدقائنا نقول لهم يتصرفون، يضحك ويهددون. دوره الآن يعني خلاص. هذه الحقيقة، هذه التخادم الإيراني الأمريكي واضح الآن، بينتهم مناكفات بسبب إزاحة، بسبب ضبط التواجد، ضبط هذا التخادم مرة أخرى. لديهم طلبات من إيران تخص جديدة، النووي وتخص صواريخ بعيدة المدى، هذه قضية أخرى ليس لها علاقة بالعراق، لكن العراق حولوه إلى ساحة لصراعهم. هاي مشكلتنا. لكن الجميل من يدفع الثمن أهل العراق. أن المتظاهرين واعون لذلك دكتور في الساحات، أكثر وعيا بكثير من هؤلاء. هم يتصورون أنه مثل الفياض اللي يقول عليهم ما يعرفون يسوون جملتين وزعاطيط، هم يتصورون هذا، لكن الحقيقة هم من لا يعرفون أن يكونوا جملتين، لا يعرفون أن ماذا تحت أقدامهم. هذا الشعب، هذا الشباب يعرف
ويقرأ الواقع ويقرأ المستقبل بعين مفتوحة وقلب مفتوح وعقل مفتوح ورؤية واضحة ومن كل الزوايا، ويعرف ماذا يخبئ، ويعرف هذا الحديث عن أنتم ستذهبون بنا إلى الفوضى، إلى لا، هذه الفوضى وهذا هذا المجهول هو أفضل من هذا الواقع السيء اللي به العراق مطية للآخرين وساحة الصراعات، وأهل العراق يدفعون الثمن. إذن في ختام هذه المتابعة الخاصة مشاهدينا الكرام، نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك يا دكتور. الشكر أيضا لضيفنا الذي كان معنا عبر الهاتف من بغداد، الأكاديمي الناشط في التظاهرات دكتور قحطان الخفاجي، نشكره الشكر الجزيل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، من الرافدين إلى اللقاء.